السلام عليكم، معكم فيليب بضاء من تقنيات للحلول البرمجية. هذه السيشن الثالث اليوم عنا من خلال سلسلة الحلقات يلي عم نعملها to build your digital assistant using Nintex RPA. طبعا السيشن حتكون مسجلة وإن شاء الله it will be shared من خلال الزميل محمد عبدين من Nintex، والديمو حيكون ممكن to share. حنسأل الزميل محمد عبدين كمان إذا فينا to share الديمو، لأنه هو المسؤول عن التريننج. طبعا برجع بذكر انا اليوم حكينا بالسيشن الاولي عن عرفنا نوعا ما شو هو ال RPA Robotic Process Automation، أتمتة ال البروسيسز من خلال سوفت وير روبوت، وليش الانتشار الواسع. حكينا على الانتشار الواسع للروبوت وكيف صار التزاوج بين ال RPA وال BPA، ورجعنا حكينا عن ليش بنفضل نحن Nintex او ليش بنختار Nintex to automate our processes، لانه Nintex هو unified platform embedding بقلبه كل التكنولوجيز للاوتوميشن من البي بي اي للار بي اي، وبيحكوا مع بعضهم من خلال نيتف كونكترز لانه موجودين ضمن امبريلا واحده اللي هي Nintex. طبعا بالاضافه انه Nintex هو لو كود بلاتفورم والى ما هنالك، وحكينا واستفدنا بالحكي كثير عن الموضوع مسبقا. بس للتذكير رجعنا حكينا كيف بنبني اول روبوت اول روبوت فلو اللي هو ورك فلو اون توب اوف ار بي اي، اوكي بنسميه بوت فلو بنينتكس ترمينولوجي. وهذا البلاتفورم اللي بيبني البوت فلو هو اسمه نينتكس بوت هو البلاتفورم اللي من خلاله بنبني اول ورك فلو اون توب اوف ار بي اي، بنسميهم بوت فلو. بهالحلقه حنحكي عن الاكسل اوتوميشن. الاكسل اخذ حيز كبير من الاوتوميشن وورلد وايد، يعني بتعرفوا انتم باي فاينانشال او ريتيل بروسيس اجمالا في عنا اكسل شيت عم نشتغل عليه. انا رحت مره مثلا وعم بياخد كثير شغل، يعني بياخد كثير شغل على الاكسل. فانا مره رحت كنت عم بعمل اسسمنت ذكرتها بالحلقات الماضيه عن كرييشن لكاستمر بجي دي ادوارد، وهو ما حنحكي عن هلا البلاتفورم. بيجي الامبلويي بده يدخل معلومات بالجي دي ادوارد، بياخد اكسل شيت من السيلز مانجر، في ب 400 فيلد 4 ساعات بيقعد عم يدخل الداتا، وهالداتا ممكن ما تكون فاليد، ممكن يكون في اخطاء الى ما هنالك. فاليوم الار بي اي بيساهم انه يقلل كثير هالوقت، يقلل كثير الاخطاء، ممكن يعملها لدرجه صفر، لانه اليوم الا اذا في غلط بالداتا بالانبوت يعني الاساسي، لانه اليوم الار بي اي هو سيستم منه هيومن، يعني ما عنده اغلاط تايبنج. اخر شيء الاكسل اوتوميشن اللي برجع بعيد كثير اخذ حيز بعالم الاوتوميشن. حنشوف اليوم اكزامبل نحن بسيط جدا، اكزامبل اكيد هو كثير بسيط حنشتغل عليه. انا بيوصلني مثلا كونسلتنسي فيرم دائما كل كوارتر او كل سنه بيجي برائب انا التكنولوجي اللي عم اشتغل فيها او التكنولوجي اللي لازم اشتغل فيها وين صارت بالماركت شير. شوف السوفت وير ريفينيو مثلا، هذا الريبورت مثلا من 2016 موجود، 2017 جبت ريل داتا من 2017 عن التوب 20 سوفت وير فندر وورلد وايد وقديش الريفينيو تبعهم. فبنشوف مايكروسوفت، اوراكل، اي بي ام، اس اي بي والى ما هنالك. فهذا الريبورت يمكن انا ما بينفعني لانه في بلدان ما بشتغل فيها، بدي رتبه حسب البلدان. اذا بيجي انا تعامل هالشيء مانوال حنشوف اليوم قديش عم تاخذ وقت. بدي رتب هذا الريبورت حسب البلدان، بدي اقسمه. فممكن مثلا انا تو كرييت اي شيت هون سميها يو اس اي، هيدي الشيت عفوا سمي هيدي الشيت يو اس اي، اوكي. وبروح انا بجيب الهيدر هون بحطه بقلب يو اس اي، وبجي بعمل برجع بجيب كل شيء خاصه بـ USA، يعني عم بحكي على Country HQ أو الهيدكوارتر، أوكي. كل شيء خاصه بـ USA بحطه هون، برجع بروح هون وين في USA، عم اشتغل مانوالي. برجع بجي لهون ما في يو اس اي، عندي 3 يو اس اي،
وبدي اجي حط هون ماش سيلز وحط بألبوم توتال. بدي احط التوتال سوفت وير ريفينيو ليو اس اي مثلا. تعرف انا اي بلد اكثر شيء عنده ريفينيو سوفت وير مثلا ممكن انا ساهم بتحديد استراتيجيات للشركة أو تغيير استراتيجيات إلى ما هنالك. عم بعطي طبعاً برجع بعيد عم بعطي إكزامبل كتير بسيط. بجي بعمل هون sum equal sum ل كل هيدول. أوكي تخيلوا أنتم هاي العملية البسيطة هون بحط borders بدي احط بودرز. اوكي تخيلوا هاي العمليه البسيطه على بدي ارجع عيد هون لجرماني هون مثلا. اوكي ولك هون بدي فوت على جرماني نفس الشيء اجي احط رانك واجي فوت ادخل وين في عندي جرماني هون عند اثنين روز تخيلوا بدي اعمل نفس الشيء للتوتال والى ما هون. تخيلوا هذا اكسل شيت من 20 ريكورد بياخذ معي دقيقتين ثلاثه ومني واثق كان بدي ارجع اراجعه لبين ما انتظرته تيجي. اوكي واذا تاخرت عليه ما تاخرت عليه انه ما كنت بالمكتب مثلا او ما فتحت الايميل او ما فتحت الفولدر اللي بيكبوا لي بقلبه الدوكيمنت. هاي عمليه بدها بتاخذ وقت يعني هذا 20 ريكورد. تخيلوا في شركات بيصل لها 30 40 اكسل بالنهار في شركات بيصل لها 100 اكسل بالنهار في شركات بيصل لها اكسل واحد بقلبه 3000 ريكورد وبده ترتيب. فتخيلوا هالعمليات المضنيه المتكرره والممله بيجي RPA روبوت واحد بدقيقتين ثلاثة بيقدر يعمل كل هيدا الشغل يعني كل 3000 ريكورد بيزبطهم بدقيقة معينة وبدون أخطاء لأن الروبوت ما عنده typing error ما عنده راحة بيضل كمان ما تنسوا أنه بيضل ناطر هو الفولدر ما بيتعب. أوكي 24 ساعة أو الإيميل ما بيتأخر وإلا ما هنالك. يعني حكينا كتير عن إسهامات الـ RPA فيكم تعكسوها على كيف بيساهم بالإكسل شيت. حفوت أنا هلأ الآن على اكزامبل على الاكزامبل دايركتلي. اوكي بجي انا بتذكروا بالمره الماضيه قبل ما ادخل على الاكزامبل بجي انا شو بدي اعمل بدي اخذ هدول وكبهم بقلب بالفورمات اللي كنت عم بكتبه مانوالي انا بكبهم بقلب ليست اوف كونتريز وحط عليهم توتال والى ما هنالك. ليست اوف كونتريز هي هيدي ما فيها فاضي بعد بدي دايناميكلي شوف انا شو في بلدان هونيك وعمل لهم كرييشن لشيت هون باسم البلدان. اوكي وكب بكل شيت ترتيب البلد مثل ما عملنا مانوالي. اوكي برجع بشوف هون اوكي تمام بروح لهون بحط ستوب هير جو هير بسكر كل شيء وبشوف الـ RPA كيف بيعمل العملية. اوكي خلصت اياها وان تايم بنشوف هون الكمباني رانك السوفت وير الى ما هنالك كله سهل بثلاث اربع ثواني خلصت العمليه كلها. بس طبعا انا هون في فاريبل انا ما غيرتهم كلهم حاجي غير 1 هو 1 حاجي اعيد العمليه وارجع افرجيكم الاكزامبل. مرة تانية تتشوفوا شو عمل لي الروبوت.
هرجع فوت على الكونتريز شوف شو في عندي انا هون. اوكي تمام هرجع امشي الاكزامبل مرة تانية تشوفوا على السريع شو عمل الضبط. تمام فينيش ترنينج وان تايم قديش اخذ وقت 3 4 ثواني يلي هي شوف شو عمل لي ظبط لي هون يو اس اي لواحد جرماني لواحد فرنسا لواحد وجابان لواحد. تمام مش انا بسكر برجع فوت بشوف كيف عملت البروجرامينج تبعها. اوكي احكي هاي ليفل طبعا انتم فيكم تجربوا فيكم تجربوا كل العمليات. برجع بس قبل ما قبل كمان ما فوت بالاكزامبل حالكم انا شو واجهت اول مره دخلت على RPA تشتغل على الاكسل. فت انا فتحت اكسل دخلت وفتحت اكسل وشفت هون كيف بدي اشتغل على الاكسل كنت بدي اشتغل على الاكسل فجيت انا عملت هون مينيمايز او وجيت دخلت على الاكسل كاتيجوري هون على الشمال فلقيت بقلبها اربع كولم قلت له مستحيل يعني يكون هالقد RPA بلاتفورم كثير ليميتد بالاكشن على الاكسل. جيت عم فتش باللايبراري كتبت كولم مثلا لقيت لا طلع لي انه في كابي كولم كلير كولم ديليت كولم فورمات كولم والى ما هنالك. طب منين طلعوا هالاكشن؟ نفس الشيء اذا بكتب على الرو كلير رو كابي رو ديليت رو فورمات رو انسرت كابي سيل انسرت رو بيست رو سيلكت اند سو اون. اوكي طب منين طلعوا هالعمليات؟ برجع بذكر RPA بيتعامل مع اليو اي. اوكي RPA من خلال كمبيوتر فيجن باور تبعيته بيتعامل مع اليو اي فانا اليوم RPA بحدد لي كيف اتعامل مع الاكسل مش انا مسبقا ما عندي فانكشن كونكترز على الاكسل الا ما RPA يحدد لي اياهم. كيف يعني بيجي انا هون هو بيساعدني بيقول لي انت اليوم سيلكت تارجت اذا بطلع لفوق على الشمال سيلكت تارجت سمارت تارجت حنحكي عن سكرين تارجت بحلقات لاحقه باخذ هيدا السمارت تارجت بيجي بدخل لهون بفرجيني انه هو كيف يتعامل مع الاكسل بحط على السل فبيحط لي هو بقية سل اكيد دايناميك فيني احطها وبيعطيني كل الاوبشن للسلس مثل مثلا كلير سل كابي سل فيل سل ساند فاليو مثلا بدي اعمل ساند فاليو على السل. اوكي بحدد هون اي سل بشكل دايناميك مثلا بحط فاريبل هون ساند شو بدك تو ساند داتا معينه وات ايفر 1 2 1 1 7 7 مثلا 1 8 8. اوكي وكمان عندي كل الاوبشنز اوفررايت اباند انسرت ان فونت اذا بقلبها مكتوب تكست بدي ارجع اكمل عليه او بدي تو اوفررايد ات اكتب احس هو اكتب محله او تو اباند او تو او اكتب بالاول. اوكي وطبعا الكلام بنقيه دايناميك برجع بعيد كيف وصلت لهالمرحله هيدي جيت انا لهون على RPA اخذت العين تبع RPA العين الروبوت ودخلت على الاكسل فهو بيفتح لي شو بدي اعمل بالسل. طيب هيدا بالسل طب شو بدي اعمل بالقلم بالقلم هلا مثلا طبعا بالقلم ما بعمل سيلكشن للقلم من هون اذا بدي فيني اعمل من هون قلم وفيني اعمل من هون رو مثلا بحدد لي هو شو بدي اعمل بالرو. اوكي انسرت رو ديليت رو اند سو اون او فيني ادخل على التارجت اهين شيء هيدا الاجريجيت يعني الكومبينيشن تبعيتهم بقول بدي اعمل بدي شو اسمه بدي اشتغل على السل بدي اشتغل على القلم بدي اشتغل على الرو بدي اشتغل على التيبل على شيت معين على ورك بوك او على اكسل. اذا فوت على شيت هون بيقول لي كوبي شيت كرييت شيت ديليت شيت هايد شيت الى ما هنالك. كثير سهله كثير واسعه انليمتد اكثر يعني اكثر فيلد بالاوتوميشن من خلال RPA اميزنج هو الاكسل كثير واسع بتشوفوا انه قديش في امور عم نعملها يوميا بشكل متكرر وممل بيقدر RPA ياخذها بياخذها منا ويشتغلها على الاكسل. اوكي لانه كل يوم اكيد معظمنا بنتعامل كثير مع اكسل شيت مع امور روتينيه بنعملها على اكسل كثير هيدي الامور بيساعدنا RPA انه نحلها. حفوت على الاكزامبل الان واحكي عن الاكزامبل. اوكي برجع بذكر انا شو بدي اعمل برجع عم بعيد شوي بس
تثبت المعلومات عنا. انا عندي software leaders، انا عندي software leaders هون اوكي مقسمين حسب الكاونتري اتش كيو. بدي اخذ كل كاونتري على حده مثل ما شفت سابقا وكبها بقلب بقلب شيت لوحده باكسل تاني اسمها كاونتريز. تمام ممتاز. شو بعمل انا هون؟ بس عم بعمل ريست للفاريابلز. ما تهتموا بس هذا للاكزامبل لانه انا عملت الاكزامبل، وطبعا الروبوت بيسيف الداتا لانه الروبوت ما بينام بعد البروسيس، ممكن يفيق بعدين على نفس الداتا يكمل عم يشتغل. الا اذا انا بدي اعمل ريسيت للداتا بكل بعد كل بروسيس، هي حشوفه بالبست براكتس بالسيشن اللاحقه. هون انا دخلت برجع بسكر. انا بالكونسبت بالبست براكتس لما بدي اشتغل مع اكسترنال داتا سورس ما بروح بعمل انتراكشن معها دايركتلي، بجيب الداتا سورس لعندي على البلاتفورم اوكي من خلال على اللوكال داتابيز بشتغل عليها. اللوكال داتابيز اللي عندي بالار بي اي هي الليست شرحناها مسبقا. فبجيب هذا انا شو بدي شو حاعمل؟ حجيب الليست لعندي اوكي. الليست الاساسيه حتكون هون، حامحي كل شيء، اعمل لي الروبوت باول سيشن بأول جولة يعني لما عملت example اوكي. I will create a list عندي اسمها list imported، حعمل import عليها للداتا. تمام حعمل import عليها للداتا اوكي. برجع بعمل duplicate منها تبع اشتغل عليها. بهد duplicate او هالreplica تبعها باخذ بس الكاونتريز، ببرم على الكاونتريز بهذا الريبليكا ليست اوكي. باخذ بس الكاونتري، بشيل منها كل الكولمز هيدي الليست الثانية، بخلي بس الكاونتريز وبشيل الدوبليكيشن منهم. بفضل عندي اربع كاونتريز هلا بالاكزامبل، يو اس اي، جابان، جرماني وفرنسا. لكل كاونتري بطلع على الليست الاساسيه اوكي. بجيب كل الداتا تبعونها قبل ما اكبها بالاكسل. انا عندي كبست براكتس شو عملت؟ حطيتهم بليست ثانيه سب ليست، صار عندي اربع سب ليست ثانيين اوكي. برجع بذكر عندي الليست الاساسيه اللي هي الليست امبورتد فيها كل الداتا كوبي بيست عن الاكسل اوكي. عملت لها ريبليكا، من هذا ريبليكا شلت كل شيء، خليت بس كاونتري اربع كاونتريز تشوف شو عندي كاونتريز. لكل كاونتري طلعت على الليست الاساسيه، اخذت كل المعلومات اللي خاصه بهالكاونتري وخلقت منهم سب ليست. طبعا انتم كان فيكم ما تعملوا هالشيء، كان فيكم تبرموا على الليست الاساسيه وتاخذوا المعلومات منها بكل كاونتري تو كرييت شيت هونيك وتكبوا هالمعلومات بقلب الشيت دايركتلي. انا بس تو سيبريت الكونسبت عندي to separate the concept. عملت أربعة list هون. ليش؟ لأنه هيدا from best practice، يعني ممكن لاحقا ينطلب مني dynamic change، مثلا أنه أنا عرض جرماني لازم يكون مختلف عن عرض USA، أو calculation بالجرماني بدي أعملها مختلفة عن calculation بUSA مثلا، العملة الكرنسي إلى ما هنالك. فليش تروح أدخل أنا باللوجيك وغيره؟ لا، بعمل separation of concerns of concepts اوكي. وباخذ انا الاربع ليست تبعوني، كل ليست بحطها بقلب شيت لوحده. هون عم نشوف open list هي action اوكي، جابت لي الداتا سورس تبعيتي وحطتها بليست اسمها imported. بهالليست الامبورتد عملت duplicate اوكي، duplicate حطيتها بليست اسمها country. شو الليست؟ list countries. الليست country حيكون في بقلبها نفس المعلومات. حنضف الليست كاونتري من خلال ديليت كولمز اوكي. كل الكولمز ما بدي اياهم، حخلي بس كولم الكاونتريز. ارجع تو ريموف الدوبليكيت من قلبها ليضل عندي اربع كاونتريز. برجع شو بعمل؟ اوبن ورك بوك اوكي، بلف على الكاونتريز، ببرم على الكاونتري، بعمل ايتريشن على الكاونتريز، اربع كاونتريز اوكي. كل كاونتري منهم هول اربع كاونتري بعمل كرييت شيت اوكي، وبرجع باخذ اي كرييت سب ليست فيها كل المعلومات عن هيدي الكاونتري، وهيدي السب ليست هي اللي بعمل لها سند فاليو وفورمات سيل بكبها بشيت بهيدي الشيت. طبعا هون كل هذا الاكزامبل حنشوف مثلا هون اذا بدي اقول ريموف شيت ليست دوبليكيت، بشوف انه اعطيتها تايتل كاونتريز
الكلام اسمه كاونتري اتش كيو. اوكي اوبن ورك بوك، هو فتحت الاكسل كرييت شيت. اوكي طبعا هلا انا سوري لوب على شو، على ليست كاونتريز للاربع كاونتريز، لكل كاونتري شو بعمل؟ اي كرييت اي شيت. طبعا لما بحط له كرييت اي شيت بيعطيني هو لاست مثلا فاست او شو اسم الشيت هو الكاونتري. اذا بتشوف هون ما سالني باي اكسل بدي اخلقها، ليش؟ لانه اوريدي انا حاطها بسكوب تبع الاوبن ورك بوك. اوكي هذا لازم نعرفه، كل شيء اوت اوف سكوب الاوبن ورك بوك ما حيعرف باي اكسل هو عم يشتغل. اوكي اذا عم نشتغل باكسل معين، عملت سيلكت للشيت تيعرف هو وين بده يكتب، لانه هن بنفس الاكسل شيت حيكون عندي مالتيبل شيت. اوكي كويري ليست مثل ما قلنا من ليست امبورتد اللي هي فوق، اي كرييت سب ليست. اوكي سب ليست بكل كاونتريز، اوريدي انا عملت ليست بس فيها بقلبها اسامي الكاونتريز، برجع بعمل سب ليست لكل كاونتري بقلبها كل المعلومات عن هيدي عن هيدي الكاونتريز. اوكي هوني اي سند فاليو مثلا، عم بكتب الهيدر بكل برمي، عم بكتب الهيدر برجع عملت لها فورمات للهيدر بقلب كل شيت. اوكي برجع بعمل لوب هون تاني بعد ما عملت الهيدر بكل شيت، عم ببرم بكل شيت، عملت لوب. اوكي لوب على شو؟ على السب ليست اللي خلقتها انا يلي هي انهيرتنج من الليست الاساسيه بس بكاونتري معين، بس حيكون عندي مثلا ليست امبورتد ليست اوف كاونتريز بقلبها بس الكاونتريز اللي هي حتكون المرجع تبرم على الكاونتريز. بيرجع كل ما ابرم على كاونتريز حعمل كرييشن لسب ليست اسمها مثلا ليست يو اس اي ليست جيرماني، هي انهيريتنج من الليست الاساسيه بس بقلبها معلومات بس عن هيدي الكاونتري. اوكي اللي عم بشتغل عليها هون بنشوف ساند فاريبل ساند. اخر شيء بدي اعمل كالكوليشن بكل شيء، طبعا في هون عندي ساند فاليو مثلا حطيت سم لسي 2 لانه عندي الكولم فيكس معروف اي كولم، بس وين بيوصل الكولم سي 2؟ ليش سي 2؟ لان سي 1 هو الهيدر سي 2. اوكي بس وبرجع اعمل كالكوليشن انا فاريبل تشوف وين اخر رو. اوكي بكل شيت لكل كاونتري. اوكي حنشوف الاكزامبل حابرم فيه على البطيء، بس تاكدوا انتوا عم تشتغلوا دائما ما تعملوا ماوس كليك او انتراكشن مع محل ما عم يشتغل الروبوت. ليش؟ لانه الروبوت هو مثل هيومن بيعتبر حاله، اذا عم يشتغل على شيء ونحن دخلنا عليه بصير في اوفرلاب اوف اكسس، فبيقول لك الروبوت ان انا عندي ايرور معين، او انت مثلا بالغلط عم بيشتغل على فايل قلت له موف، هو عم هو الروبوت مثل اي هيومن، يعني ما فيك تعمل انتراكشن مع نفس السوفت وير او الاند سيستم يلي هو عم يشتغل معه. حاشتغل على البطيء. بنشوف الليست امبورتد هون صارت 20، عملت لها ديبليكيت ليست كاونتريز صارت 20. هلا عم نضف الليست كاونتري وحاعمل لها وخليت بقلبها بس الكاونتري، صارت اربع فيلد زي ما بنشوف. بنشوف كيف عم يكتب على البطيء جدا بكل محل. هرجع انا اسرع شوي. عمل خلق لي ليست اسمها يو اس اي هون لوحده، هي ليست يو اس اي كبه بشيت اسمه يو اس اي زي ما بنشوف. اوكي هسرع شوي. عم بعبي لي اياهم، طبعا فيني كنت اعمل مثل الاول بس عم شفرجيكم. انا عندي كان ليست امبورتد عملت منها دوبليكيت، عملت ليست اوف كاونتريز لكل كاونتري بدمت على ليست امبورتد. اوكي وعملت منها سب ليست سميتها دايناميكلي باسم الكاونتري وخلقت شيت وعم كب بقلبها ليست يو اس اي هلا للشيت. اوكي
هلا بيخلص يو اس اي حيخلق حيعمل لي كرييشن ليمكن جابان او جيرماني، هلا بتاكد. رجع عمل لي ميرجينج هون على الشمال اذا بنشوف الاكسل مع التوتال. هلا رجع شو عمل؟ عمل كريشن للست اسمها جرماني فيها تو فيلد. نفس الشيء حيعمل اذا بنشوف على اليمين هون لست جرماني، هي لست جرماني حابرم عليها اي ويل كرييت هون على الشمال من دون ما اعمل اي كليك. ننتبه على الشمال التاب لها. هلا عمل لي لست اسمها فرانس كمان نفس الشيء برم عليها، واذا بنشوف هون على اليمين I created a list اسمها فرانس، وعلى الشمال خلق لي شيت لها، وبعد اخر الشيء جابان. فينيشت. اوكي اذا بنشوف على اليمين شو صار عندي، كان عندي اول شيء list imported فيها زيرو فيلد، صارت ريبليكا عن الاكسل. اوكي رجعت عملت لها كوبي لهالليست وحطيتها بليست اوف كونتريز. List of country نظفتها من خلال delete columns. اوكي وخليت بقلبها بس USA Germany France and Japan. اوكي وبرمت عليها لكل country منهم. رجعت رحت على list imported الأساسية وسحبت كل الداتا اللي خاصة بكل country وكبيتها بليست dynamically سميتها أنا على run time سميتها. ما كان عندي ما كنت عارف الكونتريز مسبقا، كبيتهم بليست اسمها مثلا USA list USA بشوف فيها كل الانفورميشن بس تبعون USA. وهيدي اليو اس اي اي كرييتد اي شيت هير لها اسمها يو اس اي وكبيتها فيها. ورجعت زدت توتال وعملت له ميرجينج وعملت له السم تبعه. برجع بذكر وين السم عملته هون سند فاليو سند فاليو تو كولم سي رو هو دايناميك عملته تمام. هيدا الرو هو والفاليو هو حيكون ال هو والفاليو حيكون اسمه السم للسي 2 ويرجع فاريبل اخر رو عندي بالاكسل سي 2 للسي 17 يعني. اذا بنفوت عليه بنفرجي سم سي 2 للسي 17 هون فوق دايناميك. نفس الشيء عملت للليست الجرماني للليست فرانس وللليست جابان. طبعا تكنيكلي هولي ممكن انا فيني اعطيكم الكود، وهذا الكود يمكن ما يكون البست براكتس بس قد ما فيني كترت امثله بقلبه. يعني جربت اقسم الكونسبت، جربت اقسم الليست، جبت الداتا اللي عندي على لوكال داتا لوكال داتا بيز، رجعت عملت كرييشن للشيت. طبعا انتم فيكم في عندكم طرق مختلفه، الاكسل كثير اوبن. اوكي وطبعا برجع بذكر فيكم تعملوا بوك مارك لكل سوري بريك بوينت لكل اكشن تتوقفوا عندها وتشوفوا شو عم بيصير. هون بتشوفوا دايناميكلي كيف عم ينخلقوا الليستات. اوكي فيكم تعملوا سيلكشن لكاتيجوري معينه، مثلا اذا انتم كنت تعرفوا بالكود شو عم تعملوا. مثلا هون هيدي انا كاتيجوري عندي تو كرييت التوتال والمارجن تبع سوري والمرج والمرجنج تبع التوتال. هيدا بالاصفر اللي لونته هون مثلا هو تيكب الداتا من الليست على قلب من السب ليست سوري يو اس اي وجابان على قلب الشيت. كولر هحطه بهيدا الكولر، كولر مختلف. هون ما ننسى عمل لوب على كل على ليست اوف كونتريز اللي هي فيها اربع فيلد صارت على ليست اوف كونتريز لكل كونتري. فات على الليست الاساسيه اللي هي امبورتد، سحب منها كل المعلومات خاصه باليو اس اي مثلا، عمل كرييشن لدايناميك ليست اسمها يو اس اي. هون عملت الكرييشن لدايناميك ليست اسمها كويري ليست سيف تو دايناميك ليست. مجرد ما تعمل كويري الريزلت بكب لك اياها بدايناميك ليست. اوكي دايناميك ليست هيدي كنت عامل لها كرييشن لشيت لها وسلكشن لشيت لها، ورجعت بعدين كبيت المعلومات تبعون الدايناميك ليست هون بالازرق وبالزهري. اوكي بقلب الشيت تبعها باخر بعد ما كبيت المعلومات عملت السوفيستيكيشن او كلم تحت رو تحت خصو بالتوتال اللي هو بالازرق. صار عندي كان عندي انا
ديسكتوب سوري كان عندي هيدا الاكسل اوكي انتهيت انا ب هيدا الاكسل بيسويني محدود. تخيلوا بدي اعمل انا هالعمل مانوالي على 1000 ريكورد 2000 ريكورد ملايين الريكوردز يعني حتى مش في شركات مثل مثل التلكو بيتعبوا عندهم ملايين الريكورد يوميا. فهيدا اكزامبل عن الار بي اي اكيد ما دخلت بكل التكنيكاليتيز لانه لا يكفي الوقت يعني بده ساعتين شرح كل اكشن بس ممكن تشير الديمو معكم وطبعا صرتوا فاميليار مع الكونسبت مع الكونسبت اوف انتراكتنج ويز اكسل اوكي فيكم تجربوا الاكشن كثير سهلين اوكي كثير سهلين كثير بسيطين هو بيعطي جايدنس لحاله السيستم لكم فمنه لحاله بيعطي جايدنس لكم وكثير حتى بالدوكيومنتيشن يعني اذا كنت تعرفوا شيء عن اكشن مثلا send value to excel sheet مثلا بتفوت على اللايبرري send value مجرد ما كبستوا على send هون بيطلع لك الهلب بنينتكس توتوريال بيعطيك على الشمال هلا كل الكاتيجوريز وين انا موجود على السند فاليو هون بيعطيك ديسكريبشن للاكشن واليوزج كثير واسع الدوكيومنتيشن اصلا هي كثير يعني النيمينج لكل اكشن هي فاميليار دائما يعني كثير مابت على نوعيه الاكشن ما بدها كثير تعمق بس اذا بدكم سوفيستيكيت اكيد الدوكيومنتيشن موجوده التوتوريال موجود نحن موجودين تساعدكم طبعا اوكي هلا اليوم حكينا على الاوتوميشن للاكسل ان شاء الله بالسيشن القادمه حنشوف السيشن القادمه حنحكي عن اوتوميتنج ويب بيز ابلكيشن يعني كيف نشتغل مع الويب سايت نجيب داتا من الويب سايت نكب داتا بالويب سايت والى ما هنالك اوكي ان شاء الله نكون هالسيشن نالت رضاكم و نتواصل معكم إن شاء الله بحلقة قادمة شكرا جزيلا.